بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة، وعندنا أحداث كتير كالعادة كده كل يوم. هنتكلم طبعا عن مباراة الزمالك والبلدية النهاردة في الدوري، انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وكان مباراة النهاردة برضو في كأس مصر ما بين بيراميدز والنصر دور ال 32، قدر نادي بيراميدز يفوز بسهولة 4-0 ويصعد إلى دور ال 16 في كأس مصر. بكره ان شاء الله عندنا مباراه مودرن سبورت والاهلي، مباراه مؤجله في بطوله الدوري من مؤجلات النادي الاهلي. ان شاء الله المباراه بكره الساعه 9، مباراه مهمه جدا للفرقتين، الاهلي اللي عايز يواصل انتصاراته بعد فوزه على بيراميدز. مودرن سبورت ماشي بشكل كويس جدا مع الكابتن طلعت يوسف في المركز الرابع في بطوله الدوري، عايزين يكسبوا برضه عشان ياكدوا وجودهم في المربع الذهبي لبطوله الدوري، فمباراه صعبه. وان شاء الله نستمتع بكل اللقاءات الدوري والكاس خلال الفترة القادمة إن شاء الله. يوم الخميس الجاي الزمالك هيلاعب بروكسي في الكاس دور ال 32، المباراة اللي كانت اتأجلت بسبب مشاركة الزمالك طبعا، أو كان ساعتها المنتخب كان متجمع وكان اتحاد الكورة أو لجنة المسابقات أجلت ماتشات الأهلي والألمونيوم، الزمالك وبروكسي، بيراميدز والنصر، دي كانت ماتشات في دور ال 32 لكاس مصر. بيراميدز كسب النصر النهاردة 4-0 وصعد. يوم الخميس الجاي الزمالك هيلاعب بروكسي، يوم الجمعة الأهلي هيلاعب الألمونيوم في دور ال 32 لبطولة كأس مصر. معايا أخبار النهارده هقول لكم، يعني أخبار الأندية المصرية بقى، استعداد الأندية المصرية إن الفترة الجاية كمان هيبقى فيه من بداية من يوم السبت الأسبوع ال 31 من بطولة الدوري، ماتشات طبعا قوية جدا، الكل عايز يعني ياخد مركز كويس في الدوري. خلاص المنافسة انحصرت ما بين الأهلي وبيراميدز في المقدمة أو المنافسة على البطولة، المصري يعني متمسك بالمركز الثالث وماشي كويس جدا، مودرن سبورت المركز الرابع وعنده ماتش صعب مع الاهلي. في فرق بقى في نص الجدول بتحاول تحسن موقفها زي سموحه، زي زد، زي الاتحاد السكندري، زي سيراميكا، في فرق موقفها خطر جدا زي الداخليه اللي يعتبر الموضوع صعب جدا او شبه مستحيل الداخليه يبقى في الدوري. مش بحبط الداخليه ولا حاجه، بالعكس هم عاملين ماتشات كويسه جدا مع كابتن عيد مرزيق، بس اصبح الموقف معقد وصعب جدا. المقاولين العرب نفس القصه، البلديه النهارده خد نقطه من الزمالك ب 24 نقطه، اقرب فريق للبلديه هو فريق فاركو 29 نقطه، فرق 5 نقاط وناقص 4 لقاءات لكل فريق، فاصبحت الامور صعبه شويه بالنسبه كمان لبلديه المحله. فاركو بقى، الاسماعيلي، الجونه، البنك الاهلي، يعني خلاص بقوا شويه في الامان، يمكن فرقه شويه لسه 29 نقطه، لكن الفرق بينه وبين برضو البلديه 5 نقاط، فبرضو يعتبر فرق كويس وناقص 4 جولات في بطوله الدوري سواء للبلديه او لفرقه والجونه والاسماعيلي والبنك الاهلي. طيب هبدا النهارده حلقتنا، هنتكلم طبعا على كوبا امريكا امبارح وفوز الارجنتين بكاس كوبا امريكا للمره ال 16 في تاريخ الارجنتين، وهنتكلم ونقول لكم التفاصيل وميسي والاصابه بتاعته والاحداث اللي حصلت في المباراه، وهجيب لكم تاريخ ميسي مختصر كده، هتتفاجئوا بحاجات ارقام قياسيه ما تحققش في الكوره قبل كده، واحتمال كمان ما تتحققش للعيب تاني في المستقبل. ميسي عمل كل حاجه، اصبح اكتر لاعب في العالم واخد بطولات، 45 بطوله على مستوى المنتخب وعلى مستوى الانديه غير الألقاب الفردية اللي حققها ميسي، وعنده أرقام قياسية هقولها لكم هتستغربوا، بس يعني بعد شوية. وهنتكلم طبعا عن بقى يعني مهرجان العالمين، ومعانا النهاردة تقارير من هناك، يعني إن شاء الله هتبقى حلقة جميلة. وفي الجزء الأخير من حلقتنا هيبقى معايا نجوم حرس الحدود اللي صعدوا مرة أخرى إلى الدوري الممتاز. النهاردة معايا 2 لعيبة من اللعيبة المميزة جدا، الخبرات واللعيبة المميزة جدا، محمود أبو جودة المهاجم الفريق، مصطفى جمال الخبرة ولعيب وسط الملعب، كابتن صفي عزوز مدرب اللياقة البدنية ومخطط الأحمال في نادي حرس الحدود. نعرف مشوار حرس الحدود السنة دي وإزاي قدروا يرجعوا إلى الدوري الممتاز مرة أخرى، طبعا بجانب بترو جيت وغزل المحلة اللي صعدوا برضو السنة دي إلى الدوري الممتاز مرة أخرى. وهنتفرج على ماتش البلدية كمان شوية والزمالك، وهنتفرج على ملخص برضو لمباراة بيراميدز والنصر في كاس مصر، وهقول لكم كمان مين هيواجه مين في دور ال 16 في كاس مصر، ان خلاص ناقص بس ماتشين، الاهلي والالومنيوم والزمالك وبروكسي، وبعد كده هقول لكم بقى يعني النهارده هقول لكم ان شاء الله ال 16 فرقه اللي صعدوا لدور ال 16 في كاس مصر.
وهيلعبوا مين، مين هيلاعب مين في دور ال 16. طيب هبدأ اول حاجه النهارده، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه النهارده استقبل اللاعبين واللاعبات الحاصلين والحاصلات على الميداليات الذهبيه في دوره الالعاب الافريقيه اللي فاتت، ويمكن الاستقبال النهارده ليه معنى كبير جدا، ان هو راجل بيهتم بالرياضه جدا، يعني بيحيي وبيكرم الناس اللي اجتهدت عشان مصر واللي خدت ميداليات ذهبيه في البطوله اللي فاتت. على فكره احنا خدنا 102 ميداليه ذهبيه في بطوله الالعاب الافريقيه او بطوله او دوره الالعاب الافريقيه اللي فاتت، وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار التوقيت ده عشان في مجموعه كبيره جدا من الناس اللي اتكرمت النهارده هيسافروا ويمثلوا مصر في الاولمبيات القادمه في مختلف الالعاب، فبيديهم برضو دعم معنوي وحافز معنوي ويعني مسانده كبيره جدا من رئيس الجمهوريه قبل السفر الى فرنسا ان شاء الله لتحقيق ميداليات باذن الله لمصر في الاولمبياد القادمه. يعني لفته رائعه جدا، ودي بتبين مدى اهتمام مصر الدوله وعلى راسها طبعا رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالعاب الرياضيه وبالرياضه وبالرياضيين وبالرياضيات بكل او باللاعبات، مش فيش حاجه اسمها رياضات، باللاعبات اللي شاركوا طبعا ورفعوا اسم مصر وخدوا الميداليات الذهبيه في البطوله، وزي ما قلت لكم كمان مسانده ودعم كبير جدا وتحفيز قبل السفر الى فرنسا عشان المشاركه في الاولمبياد القادمه. خلينا نروح نشوف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وكلماته مع اللاعبين اللي خدوا الميداليات الذهبيه في دوره الالعاب الافريقيه واللي هيسافروا ان شاء الله الى الاولمبياد اولمبياد باريس 2024 خلال الفتره القادمه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا برحب بيكم أهلا وسهلا وسعيد بلقائكم جميعا وألف مبروك وبهنيكم على اللي حققته. عايز أقول لكم إن أنتوا فرحتوا كل الناس، كل المصريين اللي شافوا النتائج اللي أنتوا حققتوها واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا في باريس ونحققها بيكم برضو إن شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا او اللي موجودين في المعسكرات دلوقتي ربنا يوفقهم. هشكركم انتوا شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين، واشكر كل القائمين على الاشراف اللي هم الجهاز الاداري والفني اللي بيقوم بترتيب كل شيء معاكم، وده جهد كبير قوي منكم وبشكركم عليه. دايما بنقول ان الرياضه هي بتعكس مدى تحضر الدول والشعوب، كل ما بيكون في نجاح وفي تفوق وفي ميداليات اكتر، الميداليه بتعكس قدره، يعني مش معنك انت حصلت على ميداليه اي ما كانت الميداليه دي ذهبيه او فضيه او برونزيه، لكن هي دي بتعكس قدره الدوله، الدوله اللي بتتحصل على عدد اكبر من الميداليات ده معناه ان هم قدرتهم على المنافسه قدره عاليه. فانا عايز اقول لكم احنا في مصر عددنا كبير ما شاء الله، وبالتالي فرصتنا ان يبقى احنا عندنا لاعبين دوليين متميزين كبيرة، لان عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته. وكلام ده لينا كلنا، الكل المهتم بالرياضة لو خد الشباب الحقيقة فرصته، كل شاب ممكن يبقى او شاب يبقى عنده فرصة في لعبة معينة، مش لازم كلنا نلعب يعني كرة القدم فقط او لا، الالعاب كلها. فمش عايز اطول عليكم، وانا سعيد ان انتوا موجودين معانا النهارده وسعيد باللي انتوا حققتوه في افريقيا، وهبقى سعيد اكتر او هنبقى كلنا سعداء اكتر باللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى، لان طبعا المنافسه على مستوى العالم اكبر كتير من افريقيا، وطبعا دول متقدمه جدا في مجال الرياضه بتبقى موجوده، وبالتالي لو النتائج كويسه ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق السليم. بالمناسبه يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، رغم ان حرصنا على ان ده يبقى هدف ان احنا نحصل على بطولات وميداليات وكلام من هذا القبيل، لكن صدقوني دايما يبقى
اللي هو الاسلوب وتقديم نفسنا بشكل يليق بمصر. يعني لو انا النهارده لاعب او لاعبه موجوده في خارج الدوله او حتى داخل الدوله، وكنت حريص جدا جدا في ان انا ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعه، صدقوني ده بيبقى بغض النظر عن النتائج. يعني بغض النظر ان احنا نتحصل على نتيجه كويسه او ما، لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم. يعني مهم قوي ان احنا كلنا نبقى حريصين عليه، يعني اللي هو المنافسه الشريفه واخلاق الرياضه المحترمه. وخلي بالكم من النقطه دي قوي، لان يعني ده بيبقى محل تقييم من الناس اللي بتشوفنا، وجزء كبير من الموضوع ان الناس تشوف الناس دي سلوكياتها ايه واخلاقياتها ايه، مش بس نتائج اللعبه. يعني مره تانية بقول لكم الف مبروك، اهلا وسهلا، وسعيد باللي انتم حققتوه، وربنا يا رب يوفقكم. وبرضو مش هنسى اقول لكم ان انتم موجهوا بالنيابه عني الشكر لاسركم، ان هي يعني ساهمت مساهمه كبيره جدا في اللي انتم وصلتوا له. يعني شكري، شكرا جزيلا، شكري. يعني كلمات رائعة من سيادة الرئيس وتحفيز كبير للاعبينا قبل السفر إلى أولمبياد باريس 2024، وتهنئتهم وتحييتهم يعني بعد فوزهم بالميداليات في دورة الألعاب الأفريقية اللي أقيمت في غانا الفترة اللي فاتت. خدنا 102 ميدالية ذهب، 47 فضة، 43 ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأفريقية اللي فاتت على طول، اللي كان سيادة الرئيس النهاردة بيكرم اللي حاصلين على ميداليات يعني في البطولة، ومنهم مجموعة كبيرة هيسافروا إن شاء الله إلى الأولمبياد خلال الأيام القليلة القادمة. وزي ما قال وأشار سيادة الرئيس إن في بعض الفرق دلوقتي والمنتخبات في معسكرات خارج مصر، يعني عندنا منتخب كرة اليد في السويد بيستعد لمنافسات كرة اليد، عندنا منتخب المصارعة في روسيا، عندنا منتخب كرة القدم في فرنسا دلوقتي وعنده ماتشات ولعب امبارح. فالراجل اتكلم بشكل رائع جدا وتحفيز كبير جدا، الواحد لما يكون واقف ورئيس الجمهورية بيحفزه بيشكره كمان على الجهد الكبير اللي عمله واللي جاب ميداليه لمصر وفرح المصريين. ان شاء الله نشوف كمان نتائج وميداليات خلال الاولمبيات القادمه. وسياده الرئيس كمان اتكلم عن الروح الرياضيه والاخلاق، وان احنا نعكس اخلاق الشعب المصري من خلال لاعبتنا في الاولمبيات القادمه. يعني كلمات رائعه وجميله وبسيطه من سياده الرئيس لاولاده اللي كانوا موجودين النهارده، اللي يعني حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية. إن شاء الله بالتوفيق لبعثتنا ولعبتنا خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة في فرنسا، سواء بقى الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية إن شاء الله، وناخد أكبر كم من الميداليات. طيب ننتقل بقى إلى الأخبار قبل ما نتفرج على الزمالك والبلدية ونتفرج على بيراميدز والنصر النهاردة. نقول لكم بعض الأخبار كده، حاجات يعني أخبار يعني في حاجات قلناها قبل كده بنأكد عليها وفي حاجات جديدة بنقولها لأول مرة. أول حاجة الأهلي في 2 لعيبة بيلعبوا في الدوري السويسري مهتم بيهم وبيراقبهم وممكن يتعاقد مع واحد من الاثنين. مهاجم اسمه أوكيتا، ده بيلعب في نادي زيوريخ السويسري، بيقولوا مهاجم كويس جدا، والمهاجم ده من أصل كونغولي ومعاه الجنسية مهاجم يوجوردن السويسري. 2 من اللعيبه نصهم افريقي ونصهم اوروبي، يعني هم اوكيتا ده من اصول كونغوليه من الكونغو ومعاه الجنسيه الالمانيه، والثاني كيفين كارلوس نيجيري ومعاه الجنسيه الاسبانيه. طيب اللعيبه بقى اللي برضو النادي الاهلي بدا يركز عليها الفتره اللي فاتت، سامع كلام كده، سامع كلام على 2 لعيبه في الدوري المصري مهاجمين، سامع كده، والاثنين من نادي البنك الاهلي. كلام جوه النادي الاهلي كده، سامع كلام ان النادي الاهلي بدا يركز مع ياو النور مهاجم الاسماعيلي ومهاجم البنك الاهلي الحالي، وان ياو النور متالق من ساعه ما جه البنك الاهلي، فبدا المسؤولين في النادي الاهلي يركزوا
على ياو النور، ولكن طبعا ياو النور ماضي عقد طويل مع البنك الاهلي. بقول لكم بس الفكر داخل النادي الاهلي، الناس بتفكر ازاي. في كلام تاني على اوفا مهاجم نادي امبي ومهاجم منتخب مصر، ان كابتن حسام ضم اوفا الفتره اللي فاتت، شفناه طبعا في المباراه الاخيره مع غينيا الاستوائيه، وكان موجود وشارك كمان اوفا لما مصطفى محمد اتعور، واوفا نزل في الشوط الاول لما مصطفى محمد اتعور في بدايه المباراه. فدي برضو النادي الاهلي برضو ايه بيراقب سواء داخل مصر او خارج مصر، طبعا حسب الـ يعني ايه الـ الاجواء، وحسب هيقدر يخلص مين والمفاوضات مع الانديه. وبرضو كنت سامع كلام من فتره كده على اسامه فيصل مهاجم نادي البنك الاهلي ومهاجم المنتخب الاولمبي اللي موجود في المنتخب الاولمبي اسامه فيصل، وكان مهاجم نادي الزمالك السابق بقاله حوالي 3 سنين في نادي البنك الاهلي، ونادي البنك الاهلي قدر ونجح ان هو يشتريه بشكل نهائي من نادي الزمالك. على مستوى بقى اللعيبه الاجانب، احنا كنا اتكلمنا طبعا في موضوع يوسف ايمن اللي هو مدافع نادي الدحيل اللي خلاص انتقل للنادي الاهلي، وقلنا لكم من فتره على موضوع يوسف ايمن، وكان في مفاوضات مع يحيى عطيه الله اللاعب المغربي، وكان في مفاوضات مع اللاعب الجزائري بالعيد اللي انتقل الى الدوري البلجيكي. مستر كولر هيستغنى عن اليو ديانج، اليو ديانج هيطلع اعاره لنادي الخلود السعودي زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت مقابل 500,000 دولار. فمستر كولر برضو قلت لكم الكلام ده قبل كده، بس انا باكده لكم يعني، وقلناه من زمان يعني، من زمان جدا، ان هو عايز محمد علي بن رمضان اللاعب التونسي عشان يكون موجود في حاله رحيل اليو ديانج. يعني النادي الاهلي برضو بيخطط وبيشوف هو احتياجاته في الموسم القادم. جاي عروض كتير للاعيبه الاهلي، وزي ما قلت لكم برضو نادي الخلود السعودي اكتر يعني نادي طالب لعيبه كتير جدا من النادي الاهلي، كان طالب قفشه وطالب كهربا وطالب بيرسي تاو وطالب اليو ديانج، بس الوحيد اللي خلص خلاص او يعني يعتبر اقترب بشكل كبير من الخلود السعودي هو اليو ديانج. قفشه مستر كولر متمسك بيه جدا، متمسك بيه جدا، قال لك لا يعني رفض تام التفريط في قفشه، بيعه او اعارته، قال لك انا محتاج قفشه لعيب مهم جدا في الفريق. وزي ما شفنا الفترة اللي فاتت قفشة من اللعيبة المهمة، حتى لو ما بدأش نزل في ماتش بيراميدز 5 دقايق جاب ماتش يعني هدف المكسب وهدف ممكن يكون هدف الدوري. فمستر كولر متمسك جدا بقفشة، متمسك جدا ببيرسي تاو، رغم ان العلاقة الفترة اللي فاتت ما كانتش احسن حاجة ما بين بيرسي تاو ومستر كولر، في فترات كده كان فيها شوية كده العلاقة متوترة، لكن برضو النادي الاهلي بيحاول يجدد لبيرسي تاو ويمدد له عقده، ان بيرسي تاو هو احسن لعيب، شفنا الجوائز الكاف السنه اللي فاتت، احسن لعيب افريقي داخل قاره افريقيا، احسن لعيب بيلعب داخل قاره افريقيا هو بيرسي تاو في الامارات او في السعوديه. فخلينا نشوف، انا بقول لكم الاحداث اللي بتحصل، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، مين المفاوضات هتنجح مع مين، الاهلي هيجيب مين. برضو الفتره اللي فاتت كان في عروض لكريستو محمد الضاوي من الرجاء المغربي ومن الصفاقسي، وانا قلت لكم ان كريستو بيفضل ان هو ينتقل الى نادي الصفاقسي عشان هو تونسي ويكون في بلده ويلعب مع نادي الصفاقسي التونسي، وتدخل انيس بوجلبان نجم النادي الاهلي السابق والمسؤول في نادي الصفاقسي عشان يجيب كريستو، وفعلا كريستو بيقترب من الانضمام لنادي الصفاقسي رغم ان كان الرجاء عايزه. نفس القصه رضا سليم برضه نادي الرجاء المغربي عايز يشتريه، النادي الاهلي رافض موضوع الشراء، ممكن قال لك ممكن اعاره. فيعني دي الاحداث اللي بتحصل داخل النادي الاهلي. والنهارده كمان او امبارح مستر كولر طلب ان حمزه علاء يطلع اعاره عشان يلعب، ان حمزه علاء هو حارس النادي الاهلي، بس طبعا قدامه بقى محمد الشناوي وقدامه مصطفى شوبير وقدامه محمود الزنفالي، فمستر كولر قال لك حمزه علاء، وحمزه علاء خلي بالكوا هو الحارس الاساسي للمنتخب الاولمبي، فقال لك عشان فرصته هتبقى صعبه في اللعب وفي حراس قبليه، ف لو محمد الشناوي خرج، ان محمد الشناوي النهارده الصحافه السعوديه او في تقارير من السعوديه في الصحافه والاعلام السعودي بيقول ان نادي الوحده السعودي عايز يتعاقد مع محمد الشناوي النهارده، يعني مكتوب في الاعلام السعودي النهارده والصحافه السعوديه ان نادي الوحده السعودي عايز يتعاقد مع محمد الشناوي. فلو محمد الشناوي طلع ممكن حمزه علاء يكمل في الاهلي ما يطلعش اعاره، لان هيبقى عنده فرصه في المشاركه، هيبقى في مصطفى شوبير في الزنفولي في حمزه علاء. لو الشناوي خرج او الشناوي استمر في النادي الاهلي ما طلعش لاي عرض خارجي،
حمزة علاء هيخرج إعارة عشان يلعب زي ما حصل مع علي لطفي. علي لطفي كان برضو قاعد فترة في الأهلي ما كانش بيلعب فطلع عشان يلعب وراح نادي زد، لكن حمزة علاء مختلف شوية إن هو يطلع إعارة إن سنه لسه صغير. ماشي، ده بالنسبة للنادي الأهلي. الزمالك بعت خطاب للاتحاد الأفريقي بيستفسر عن الصفقات الجديدة قبل ماتش السوبر. ماتش السوبر خلاص يعني كل شوية يعني مكانه بيتغير، شوية قالوا السعودية وبعدين قالوا لا مش هيتلعب في السعودية، وبعدين قال لك قطر، وبعدين قال لك لا مش هيتلعب في قطر، وبعدين قال لك هيتلعب في مصر هنا في الاستاد مصر في العاصمة الإدارية الاستاد الجديد، وبعدين قال لك آخر حاجة قالوا لا السعودية، إن مباراة السوبر هتتلعب خلاص في السعودية في شهر 9، لسه ما حددوش الموعد في شهر 9. والزمالك بقى بعت للكاف بيستفسر بيقولوا طب الصفقات الجديدة، هل الصفقات الجديدة تقدر تشارك في السوبر، خصوصا ان احنا لسه هنا في مصر هنفتح باب القيد في شهر 8، ان الدوري بتاعنا هيخلص 18/8 اللي احنا سامعينه، ان القيد هيفتح اعتقد تاني يوم انتهاء الدوري. فالزمالك بيستفسر عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركة فيه، بس اعتقد هتشارك يعني ما فيش مشكلة في المشاركة، ان الزمالك لو جاب لعيبة او الاهلي او اي نادي هيلعبوا اكيد ان هم خلاص هتبقى في ميعاد القيد يعني. مستر جوميز كمان اكد على اداره نادي الزمالك، مدرب الزمالك اكد على اداره نادي الزمالك ان هو قبل ما الزمالك يشتري صفقات جديده اللعيبه الحاليه لازم تاخد فلوسها، لازم تاخد فلوسها المستحقات بتاعتها بتاعت السنه دي اللي هي السنه اللي احنا بنلعب فيها. قال لهم قبل ما تشتروا صفقات جديده لازم اللعيبه الحاليه تاخد مستحقاتها المتاخره، عشان يبقى يعني اللعيبه واخده مستحقاتها، مش هروح اشتري لعيب جديد واللعيبه اللي عندي مش واخده فلوس. ده كان يعني كلام كده من مستر جوميز مع اداره نادي الزمالك. وانا من فتره قلت لكم ان الزمالك مقدم عرض عشان يجيب احمد رمضان بيكهام، يمكن الكلام ده اتنشر امبارح في الاعلام، لكن انا قايل الموضوع ده برضو من فتره ان الزمالك عايز يتعاقد مع احمد رمضان بيكهام مدافع نادي سيراميكا. برضو فادي فريد مهاجم سموحه برضو معروض على نادي الزمالك ونادي الزمالك بيفكر فيه، وكان برضو في شهر يناير اللي فات فادي فريد كان قريب من الانضمام لنادي الزمالك لولا ان شوية كان المفاوضات تعثرت مع نادي سموحة والمهندس فرج عامر كان طلب مبلغ كبير شوية فادي فريد، فالامور ما مشيتش في شهر يناير. لكن في كلام برضو دلوقتي على فادي فريد رغم ان مستر جوميز مدرب الزمالك كان طلب احمد ياسر ريان من نادي سيراميكا و لاعب فيوتشر لاعب مودرن احمد عاطف، كان طلب احمد ياسر ريان قال لهم لو ما عرفتوش تجيبوا احمد ياسر ريان هاتوا لي احمد عاطف مهاجم مودرن سبورت، لكن في كلام على فادي فريد داخل نادي الزمالك. دي بعض الاخبار يعني، نكمل كده معاكم الاخبار. بكره مباراه الاهلي ومودرن سبورت، خلي بالكم الاهلي ما لعبش مودرن سبورت خالص السنه دي، دي مباراه مؤجله من الدور الاول، ولسه في نهايه الدوري الاهلي هيلعب مع مودرن سبورت تاني. مستر كولر حط القايمه ورجع مره اخرى لقايمه الموضوع حتى الان، وهيمشي زيه زي بقيه الانديه. الاهلي طبعا لسه مباراه بكره هتبقى المباراه رقم 25 بالنسبه للنادي الاهلي. عمرو السوليه عنده شد في عضله السمانه مش موجود في مباراه بكره. عمر كمال انتظم في تدريبات الاهلي ولكن خارج قايمه المباراه بكره، ان كان عمر زي ما انتوا يعني اتكلمنا الفترة اللي فاتت كانت جاله نزلة معوية قبل مباراة بيراميدز فخف الحمد لله، لكن مستر كولر يعني قال يريحه أكتر فما حطوش في قائمة المباراة بكرة ماتش مودرن سبورت. برضو الأهلي أعلن النهاردة عن إصابة أحمد عبد القادر بجزع في الرباط الخارجي للركبة، فبرضو قال الدكتور أحمد جاب الله إن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة وطلع عنده جزع في الرباط الخارجي للركبة. جزع الرباط الخارجي ده بيقعد من اسبوعين لثلاث اسابيع، فهيغيب شويه احمد عبد القادر عن الماتشات خلال الفتره القادمه. الاهلي بيعلن عن مواعيد اختبارات الكره النسائيه للاعمار السنيه 15 و18 سنه، هتكون يوم الاربعاء والخميس والجمعه اللي جايين، الاربعاء والخميس والجمعه الجايين اختبارات الكرة النسائية في النادي الأهلي للأعمار السنية تحت 15 سنة وتحت 18 سنة بالنسبة للبنات كرة نسائية، والاختبارات هتكون على ملاعب النادي الأهلي في الفرع الجديد في القاهرة الجديدة.
فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة. والنادي أعلن النهاردة عن تعيين مدرب فرنسي اسمه ديمتري ليبوف مدير فني لفريق الكرة النسائية للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، زي ما احنا شفنا الفترة اللي فاتت. ده ديمتري ليبوف مدرب الفرنسي الجديد هيمسك فريق الكرة النسائية في النادي الأهلي، الفريق الأول للكرة النسائية لمدة 3 سنوات. أنا يعني شايف خلال الفترة الحالية إن الأندية كلها بتعمل يعني فريق الكرة النسائية أو فرق كرة نسائية في كل نادي، شفنا الزمالك والأهلي وبيراميدز عنده فريق، ويعني مجموعة كبيرة جدا من الأندية خلاص بقت حاجة أساسية عشان الأندية تاخد الرخص بتاعتها. شرط من شروط إن أنت لازم يبقى عندك فريق كرة نسائية عشان تبقى المعايير والشروط كاملة بالنسبة لرخص الأندية. فشايفين أهو يعني كله عمال يشتري. ماشي. اتحاد الكرة بيقرر إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل، يعني في شهر 12 المجلس الإدارة في الاتحاد الكرة هيدعو للانتخابات قبل يوم 31 أكتوبر، والانتخابات هتكون في شهر 12، ده حسب الكلام اللي طالع من اتحاد الكرة. اتحاد الكرة برضو بيكشف عن قمصان لعيبة فريق المنتخب الأولمبي، الأرقام بتاعت التيشيرتات. يعني عندنا مثلا محمد النني كابتن المنتخب هيلبس رقم 17، عندنا زيزو هيلبس رقم 14، عندنا إبراهيم عادل هيلبس رقم 10. قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، كل التوفيق ليهم إن شاء الله. وعندهم كمان مباراة ودية بعد بكرة مع المنتخب العراقي، هتكون المباراة الأخيرة الودية قبل بداية الماتشات إن شاء الله الرسمية بقى في الأولمبياد. يوم 24 هنلاعب الدومينيكان، يوم 27 هنلاعب أوزبكستان، يوم 30 هنلاعب منتخب أسبانيا، 3 ماتشات في مجموعتنا إن شاء الله ربنا يوفقنا ونصعد من المجموعة. الاتحاد الأفريقي بيؤكد حصول الأندية الأربعة المصريين على الرخصة الأفريقية للموسم الجديد. عندنا 4 أندية هيشاركوا في بطولات أفريقيا للأندية الموسم القادم، عندنا الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفدرالية. الاتحاد الأفريقي أكد قال لك إن ال4 أندية خلاص خدوا الرخص اللي تسمح لهم بالمشاركة في البطولات الأفريقية في الموسم القادم. كل التوفيق، وزي ما احنا قلنا إن الأهلي والزمالك والمصري معفيين من الأدوار التمهيدية. هنشوف بس موضوع بيراميدز ونحاول نجيب لكم الفرق اللي ممكن تلاعب الأندية المصرية الأربعة في الأدوار بقى دور ال 32 في بطولة دوري الأبطال بالنسبة للأهلي وبيراميدز، وأيضا بالنسبة للكونفدرالية بالنسبة للزمالك والمصري. كابتن إيهاب جلال هيعيد أحمد عادل عبد المنعم لحراسة مرمى الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري يوم السبت القادم إن شاء الله. في ماتشات طبعا في الدوري، لو زملائي في الإخراج كده يجيبوا لنا الماتشات القادمة في الجولة اللي جاية في الدوري إن شاء الله. زي ما قلت لكم عندنا بكرة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري مؤجلة، عندنا الخميس الزمالك وبروكسي في كاس مصر دور ال 32، الجمعة الأهلي والألمونيوم في دور ال 32 برضه لبطولة كاس مصر بالنسبة للأهلي، وبعدين نبدأ الدوري الجولة بقى رقم 31 يوم السبت القادم. هاتوا لنا يا جماعة كده الماتشات الدوري. طب ماشي جهزوها، مش عارف ما جهزتش ليه. ماشي. فكابتن إيهاب جلال في الإسماعيلي هيبدأ بأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى إن شاء الله خلال المباراة القادمة أمام الجونة إن شاء الله. عمر الساعي بيخطر النادي الإسماعيلي برغبة الأهلي في ضمه في الميركاتو الصيفي، الأهلي عايز يتعاقد مع عمر الساعي، وعمر الساعي بلغ إدارة النادي الإسماعيلي. طلاع الجيش بيفتقد جهود حميد ماو أمام فاركو، إن حميد ماو عنده إصابة شد في العضلة الضمة فمش هيلعب الماتش الجاي مع طلاع الجيش أمام فاركو. المصري بيبدأ مفاوضات من أجل الموافقة الأمنية للعب على استاد هيئة قناة السويس. انتوا عارفين نادي القناة عنده ملعب جديد رائع، استاد هيئة قناة السويس في إسماعيلية. النادي المصري عايز يلعب ماتشاته الأفريقية على استاد هيئة قناة السويس في إسماعيلية، فبيحاول يجيب الموافقات الأمنية عشان يخوض لقاءاته الأفريقية في استاد هيئة قناة السويس. طبعا أنا رحت الافتتاح الاستاد ده، حاجة يعني خطيرة، مبنى و فندق وملاعب فرعية واستاد ومدرجات وغرف ملابس وقاعة
القاعة للاجتماعات والمؤتمرات الصحفية حاجة شياكة شياكة في إسماعيلية، هيئة قناة السويس، استاد هيئة قناة السويس الجديد، حاجة يعني خطيرة. أنا رحته، يعني أنتوا عارفين أنا ما بقولش على حاجة حلوة غير لما تكون حلوة فعلا، ما بجاملش. فريق أسامة ربيع طبعا رئيس هيئة قناة السويس، وعملوا تجديدات وعملوا استاد جديد رائع، طوروا هو الاستاد كان موجود بس طوروا الاستاد بقى وغيروا أرضية الملعب والمدرجات، عملوا يعني منشأة رياضية تحفة في إسماعيلية. فالمصري فالمصري عايز يلعب ماتشاته هناك. خلينا طبعا نشوف مستر كمال ابو علي طبعا رئيس النادي المصري بيعمل مفاوضات مع الجهات الامنيه عشان يوافقوا عشان يلعب في اسماعيليه. جهزوا لي فريق الاخراج المواعيد بتاعه الدوري الجوله اللي جايه اللي هي يوم 31 31 جوله 31 في بطوله الدوري. عندنا ان شاء الله يوم 20 يوليو، يوم 20 يوليو اللي هو هيكون يوم السبت القادم طلاع الجيش وفاركو، كل الماتشات مهمة، خلي بالكو خلي بالكو الماتشات بقت 5:30 و9 طلاع الجيش وفاركو. البنك الاهلي هيلاعب الاتحاد السكندري في استاد القاهرة. سيراميكا مع بلدية المحلة برضو يوم السبت في ملعب المقاولين، السيراميكا ملعبه المقاولين. يوم الحد ان شاء الله 21 يوليو المصري هيلاعب المقاولين العرب في استاد الجيش في برج العرب. امبي مع زد في استاد بترو سبورت يوم 21 يوليو الساعة 9. والداخلية هيستضيف الزمالك يوم 21 يوليو برضو اللي هو يوم الحد الجاي الساعة 9. يوم الاثنين 22 يوليو ثلاث ماتشات، الاسماعيلي والجونة، بيراميدز والاهلي، مباراة بقى المباراة الثانية ما بين بيراميدز والاهلي، ومودرن سبورت مع سموحة يوم 22 يوليو اللي هو هيكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله. طيب خلينا برضو بس خلي ماتشات كاس مصر بعد ما ناخد ماتش بيراميدز والنصر النهارده. النادي المصري النهارده لبى امنيه طفل من مشجعي الفريق بعد اصابته بوعكه صحيه، الطفل اسمه يوسف الطبشي، يعني كان تعب شويه وتعرض لوعكه صحيه وبيحب النادي المصري جدا، فكابتن علي ماهر ولاعيبه المصري النهارده جابوه ويعني اتصور معاهم وشارك معاهم في جزء من التدريب، حاجه طبعا بتبقى لفتات حلوه جدا ولفته جميله جدا من لعيبه المصري والجهاز الفني ان هم طبعا بيجيبوا طفل بيحب النادي المصري ويتصور مع الفرقه، بترفع من روح المعنويه لو هو تعبان، يعني بتساعد في شفائه، الحاجات دي بتبقى حلوه جدا وحاجات جميله جدا، لفته حلوه من الجهاز الفني ولاعيبه النادي المصري. غزل المحله طبعا كابتن احمد عيد عبد الملك بقى بدا يجهز صفقات الموسم الجديد، المحله صعد الى الدوري غزل المحله، فنادي المحله بيطلب من نادي سموحه استعاره محمد عصام، محمد عصام لاعب سموحه، نادي غزل المحله طالبه اعاره في الموسم الجديد ان شاء الله. كابتن ايمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق وكان مدرب المنتخب مع مستر فيتوريا الفتره اللي فاتت، كابتن ايمن عبد العزيز تعاقد مع نادي الانتاج الحربي لتدريبه في الموسم القادم. زي ما انتم شايفين اهو كابتن ايمن عبد العزيز مع طبعا رئيس نادي الانتاج الحربي اللي هو اشرف عامر، وبيتعاقد كابتن ايمن لتدريب نادي الانتاج الحربي في الموسم الجديد. مبروك لكابتن ايمن وان شاء الله تكون بدايه مميزه ليه كمدير فني خلال الفتره القادمه. نادي الانتاج الحربي من الانديه الكبيره، هو طبعا الانتاج الحربي دلوقتي بيلعب في دوري القسم الثاني الثاني ب اللي هو تحت دوري المحترفين، وبقت المجموعه كمان قويه جدا، مجموعه القاهره والقناه حوالي 20 فرقه جامدين جدا، الانتاج الحربي واتحاد الشرطه والشمس والنجوم وفريق 6 اكتوبر العريش، انديه مميزه جدا جدا هتلعب في مجموعه القاهره والقناه والمريخ البورسعيدي، انديه كتير يعني هجيب لكم ال 20 فريق اللي هيلعبوا في الدوري الدرجه الثانيه به بالنسبه لمجموعه القاهره والقناه. طيب خلينا بقى نروح ليه هناخد كوبا امريكا، بس خلينا نروح نشوف الزمالك والبلديه، نتفرج كده على ملخص للمباراه ونشوف ايه اللي حصل النهارده. الزمالك اتعادل مع البلديه، البلديه على فكره كان كويس جدا كمان النهارده في الشوط الاول وضيع فرص كتير، فهنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتفرج على الزمالك والبلديه وبعدين نتفرج على بيراميدز والنصر في كاس مصر بعد الفاصل ان شاء الله.
نرجع تاني مع بعض وخلينا نروح نتفرج على ملخص لمباراة الزمالك وبلدية المحلة، المباراة اللي أقيمت النهاردة وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. نشوف كده إيه اللي حصل وانتهت المباراة 4-0 لصالح بيراميدز، وكده بيراميدز بيصعد إلى دور 16 في بطولة كأس مصر. ناقص ماتشين في دور ال 32، الزمالك وبروكس يوم الخميس القادم، الأهلي والألمونيوم يوم الجمعة القادمة. خليني أقول لكم بقى مين هيلاعب مين في دور ال 16 عشان تبقوا عارفين يعني مواجهات دور ال 16 في كأس مصر. طيب خلينا قبل ما أوريكم كأس مصر دور ال 16 نروح للدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي ونشوف ايه الجديد في معسكر المنتخب الاولمبي. والنهارده اعتقد كان في اجتماع مع اللجنه الطبيه في الاولمبياد باريس مع الدكتور طارق سليمان، نشوف التفاصيل. دكتور طارق ازاي حضرتك؟ دكتور كريم ازيك حبيبي؟ الله يخليك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ منور الله الحمد لله. وبالتوفيق ان شاء الله في الاولمبياد يا رب، كده نعمله حاجه حلوه كده والمنتخب الاولمبي ويجيب لنا ميداليه يا رب. امين يا رب، كلنا متعشمين كده يعني ان شاء الله ناخدها، بس خطوه خطوه كده يعني ماتش ماتش كده ان شاء الله. كان في اجتماع النهارده في اللجنه الطبيه للاولمبياد مع الاطباء بتوع المنتخبات. بالظبط، كان يعني اللجنه الطبيه المنظمه اللي كان بترأسها دكتوره كاترينا جريمر دي المسؤوله عن اللجنه الطبيه كلها في الاولمبياد يعني. تمام. وكانوا طبعا لازم الميديكال ميتنج ده بيتعمل طبعا قبل كل بطوله. ايوه. سواء بطوله افريقيا او كاس اجتماع طبي يعني عشان تقول لكم التعليمات الطبيه في قبل البطوله. بالظبط، بيتكلم عن اولا طبعا بيديك الخدمات السيرفيسز اللي هي بتقدم لك طبيا، الوحدات الطبيه اللي بتبقى موجوده في الملعب واللي بتبقى موجوده في الاوتيل اللي انت بتقيم فيه، والخدمات اللي بتقدم سواء اشاعات لا قدر الله، اقرب مستشفيات بالنسبه لكل مباراه عشان لو في اي مشكله لا قدر الله بتحصل بيتعمل ايه بالظبط، والناس اللي هم التيم اللي بيبقى موجود الميديكال تيم اللي بيبقى بيتحط في كل مباراه. ايوه. مكانه بيبقى فين، استخداماته، اذا كنت محتاجه مش محتاجه، الحاجات دي. الحاجه الثانيه كان طبعا اهم بنتكلم على اصابات الراس وايه الاجراءات اللي بتتاخد في حاله اصابه الراس. ايوه. اللي في حاجات طبعا ريد فلاج وحاجه اسمها يلو فلاج ريد، يعني في حاجات ما ينفعش اللعيب يكمل بيها بعض اصابات الراس، وفي حاجات بيبقى الدكتور بتاع الفريق هو اللي بيقرر يكمل ولا لا، اللاعب ده يستمر او ما يستمرش. بيقعد قد ايه بعد اصابه الراس؟ مش اقل من 3 ايام عشان يقدر ان هو ياخد قرار تاني ان هو يرجع يشارك في المباريات. حالات طبعا القلب وكيفيه التعامل معاها والفاسيلتيز او الحاجات اللي موجوده في الملعب عشان الاسعاف الاولي بالنسبه للحالات اللي بتحصل. ايوه. كل دي الحقيقه اتناقشت النهارده في الاجتماع الطبي. الاجتماع الطبي. تمام. تمام. طيب يعني عايز اطمن كمان على لعيبه المنتخب، يعني في اي اصابات بعد ماتش اوكرانيا امبارح؟ الكل تمام؟ كان في اصابه لابراهيم عادل قبل المعسكر والحمد لله شارك امبارح، يعني طمنا كده على الحاله الطبيه بالنسبه للاعيبتنا كده قبل الاولمبياد. الحاله الطبيه الحمد لله، ابراهيم عادل طبعا احنا كنا عاملين له برنامج تاهيلي لانه كان عنده فعلا شد بسيط من الدرجه الاولى في العضله الضمه، واتعمل له البرنامج التاهيلي وتنفذ الحمد لله. وكنا مرتبين ان هو ان شاء الله يلعب اول مباراه وديه، ولعب الحمد لله وكان في حاله بدنيه جيده يعني وفنيه جيده الحمد لله. بقيه اللعيبه ما فيش حاجه، بس كوكا خد كدمه في وجه القدم والدنيا يعني حالته احسن من امبارح النهارده من امبارح، وعملنا له اشاعات ولسه نتائجها بكره عشان تعرف برضو ال كان في هنا العيد القومي بتاع فرنسا. ايوه. فكانت معظم الحاجات اجازه بتبقى اجازه وكده يعني. تمام. ان شاء الله خير، لكن بقى كل اللعيبه الحمد لله بخير وبيتمرنوا
مستوى عالي من التغذية ومستوى عالي من إجراءات الاستشفاء وربنا يوفق إن شاء الله كابتن ان كريم شاء الله إن شاء دكتور، الله. يعني بالتوفيق، وسلامنا لكل افراد البعثة، ويعني متابعينكم كده لحظة بلحظة ويوم بيوم، ان شاء الله كل التوفيق ليكم بإذن الله. حبيبي كابتن كريم الله يخليك يا دكتور طارق، الله يخليك، دعوة. الله يخليك. نشكر دكتور طارق سليمان طبعا طبيب المنتخب الأولمبي. طيب خليني اقول لكم المواجهات بتاعه دور ال 16 في كاس مصر، الفرق اللي وصلت بقى لدور ال 16 ومين هيلاعب مين، نشوف كده مع بعض لقاءات دور ال 16. طبعا لسه ما تمش تحديد المواعيد الماتشات، لسه بقى طبعا كابتن عامر حسين هيحدد امتى مواعيد الماتشات. البنك الاهلي هيلاعب المصري، الجونه هيلاعب الترسانه، الاسماعيلي هيلاعب سموحه، مودرن سبورت مع امبي، سيراميكا وزد، كلها ماتشات صعبه جدا وماتشات جامده. بيراميدز ابو قير الاسماء، طبعا الترسانه هو النادي الوحيد اللي يعني صعد لدور ال 16 من انديه القسم الثاني. ابو قير الاسمده من دوري المحترفين، ابو قير الاسمده صعد وهيلاعب بيراميدز اللي كسب النصر النهارده. وطلائع الجيش هيستنى الكسبان من الزمالك وبروكسي، الزمالك وبروكسي يوم الخميس، وفاركو هيستنى الكسبان من الاهلي والالومنيوم. وزي ما قلت لكم الزمالك وبروكسي يوم الخميس، والاهلي والالومنيوم يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. طيب خلينا نروح بقى لبعض الاخبار عن الاولمبياد. بعثه رفع الاثقال، بعثه رفع الاثقال هتغادر بكره الى فرنسا استعدادا للاولمبياد. عندنا ميار شريف كمان لاعبتنا في التنس بتتقدم 11 مركز وبتحتل المركز ال 67 في تصنيف التنس العالمي. وميار ان شاء الله هتشارك في الاولمبياد خلال الفتره القادمه، ويعني ميار كانت في المركز ال 78 وتقدمت 11 مركز بقت في المركز ال 67 على مستوى العالم. دي حاجه كويسه جدا جدا جدا، وكانت لسه ميار خدت المركز الثاني في بطوله تشالنجر للتنس اللي اقيمت في فرنسا، كانت خسرت المباراه النهائيه من اللاعبه الايطاليه لوسيا برونزيتي، ولكن يعني خدت المركز الثاني وتقدمت 11 مركز في تصنيف التنس العالمي. طيب خلينا نروح بقى الكوبا امريكا. امبارح كانت مباراه قويه جدا ما بين الارجنتين وكولومبيا، وقدر المنتخب الارجنتيني في الوقت الاضافي في الاكسترا تايم في الدقيقه 112 انه يسجل هدف الفوز عن طريق لاوتارو مارتينيز، نجم الكبير طبعا الارجنتين وهداف منتخب الارجنتين. اصابه ميسي امبارح في الشوط الاول اصابه قويه جدا في رجله، في انكل القدم او في الكاحل، كانت اصابه تدخل عنيف جدا من لعيبه كولومبيا ومنتخب. وشفنا يعني صور كده لميسي بعد ما اتغير رجله كانت وارمه جدا، يعني زملائي في الاخراج كده يجيبوا لنا الصور دي ولقطات من الماتش. وكولومبيا على فكره انا اتفرجت على الماتش امبارح، اتفرجت على الشوط الاول ونمت. كولومبيا الماتش كان اتاخر امبارح حوالي ساعه وشويه عشان كان طبعا في تدافع في الجماهير في دخول الملعب، واللجنه المنظمه للبطوله اخرت الماتش حوالي ساعه وثلث. الماتش بدا متاخر عن ميعاده الاصلي، بدا الساعه 4 وثلث، كان المفروض يبدا الساعه 3 الفجر. وشفنا طبعا ميسي اتعور واتغير مع بدايه الشوط الثاني، او نزل في يعني اتغير في الدقيقه 66، لقى نفسه مش قادر يكمل المباراه لان رجله طبعا ورمت بشكل كبير جدا. قدر رقم 16 للارجنتين على مستوى كوبا امريكا، الوحيد اللي خرج من يعني لعيبه الارجنتين واللي خد جايزه افضل لاعب في البطوله هو خيمس رودريجيز لاعب المنتخب الكولومبي، هو احسن لاعب في البطوله، لكن صنع حوالي 6 اهداف في البطوله. لكن مارتينيز احسن حارس، لو تارو مارتينيز هداف البطوله، الارجنتين بطله الكوبا امريكا للمره رقم 16. وطبعا عصر ذهبي للكره الارجنتينيه بقياده ميسي، والحارس ده ان الحارس ده مارتينيز ده يعني انقذ اهداف محققه، ومن بقى من افضل الحراس على مستوى العالم. هو دماغه مطرقعه شويه لكن طبعا من المستوى الفني رائع جدا. عايز بقى اقول لكم شويه ارقام كده عن ميسي. عن ميسي، ميسي بعد امبارح، بعد بطوله امبارح كوبا امريكا، اصبح اكتر لاعب في تاريخ كره القدم، في تاريخ كره القدم بيحقق بطولات. حقق 46 بطوله متفوق على داني الفش، حقق كاس عالم، وحقق 2 كوبا امريكا، حقق 10 دوري اسباني، 8 سوبر اسباني، 7 كاس اسبانيا، 4 دوري ابطال اوروبا، 3 سوبر اوروبي، 3 كاس عالم انديه،
2 دوري فرنسي مع باريس سان جيرمان، 1 سوبر فرنسي، 1 كاس الدوريات، كاس عالم شباب، اولمبياد خد الذهبيه مع منتخب الارجنتين، كسب كاس العالم مره اللي هي الاخيره دي 2022، الكره الذهبيه 8 مرات، جائزه ذا بيست 3 مرات، حذاء الذهبي الاوروبي 6 مرات، افضل لاعب في كاس العالم مرتين، افضل لاعب في كاس العالم للانديه مرتين، افضل لاعب في كاس العالم للشباب مره، افضل هداف بطوله كاس العالم للشباب مرتين، افضل لاعب في الاتحاد الاوروبي مرتين، هداف دوري ابطال اوروبا 6 مرات، افضل لاعب في كوبا امريكا مرتين، الهداف التاريخي لنادي برشلونه، الهداف التاريخي للمنتخب الاسباني الارجنتيني، الهداف التاريخي للدوري الاسباني، اكتر من شارك في كوبا امريكا تاريخيا، اكتر عدد ماتشات يعني، اكتر من ساهم في كوبا امريكا تاريخيا، او اكتر من صنع في كوبا امريكا يعني صنع اهداف، اكتر من حقق افضل لاعب في كوبا امريكا تاريخيا، اكتر من ساهم في كاس العالم تاريخيا، اكتر من حقق جائزه افضل لاعب في كاس العالم تاريخيا، اكتر من حقق جائزه الكره الذهبيه، اكتر من حقق جائزه الحذاء الذهبي، اكتر لاعب في العالم تواجد في تشكيله الفيفا التاريخيه اللي هو دايما من ضمن افضل 11 لعيب على مستوى العالم دايما، اكتر من سجل في نهائيات تاريخيا، اكتر من ساهم في النهائيات تاريخيا، اكتر من حقق بطولات على مستوى كرة القدم في التاريخ، 46 بطولة لليونيل ميسي، تفوق على داني ألفش. أو 45 بطولة، 45 أو 46 بطولة. 45 بطولة، 45 بطولة. داني ألفش 44 بطولة، ليونيل ميسي بقى 45 بطولة، أكتر لاعب خد بطولات على مر التاريخ سواء مع المنتخب أو الأندية. بصوا بقى مسيرة ميسي. ده اللي أنا قلته دي إنجازات ميسي. ميسي لعب لغاية دلوقتي في مسيرته في الكورة 1069 ماتش، 1069 ماتش. ساهم في 1212 هدف. عمل صناعة مباشرة أو أسيست 374 هدف. أحرز ليونيل ميسي أكتر لعيب على وجه الكرة الأرضية أحرز أهداف 838 هدف. 838 هدف. كسب 726 ماتش من الماتشات اللي لعبها. اتعادل في 204، اتغلب او خسر 139 مباراة. يعني الواحد بصراحة اعتقد الارقام دي مش هتتحقق تاني، مش هتتحقق تاني. وبعدين كان بيلمح يعني في البطولة دي تصريحاته بيقول ان البطولة دي هتبقى اخر بطولة ليه، ده معناه ان ليونيل ميسي مش هيلعب كاس العالم اللي جاي مع الارجنتين. هنشوف، في احتمالية يلعب وفي احتماليه ما يلعبش، انتوا عارفين دايما بيبقى في تصريحات بس قبل البطوله، هتلاقي الارجنتين كلها عايزين ميسي، اللعيبه عايزه ميسي، فممكن يتراجع عن ان هو ما يلعبش. فانا بقول هو هيلعب، هو طبعا عايز يفنش السجل الدولي بتاعه بالبطولات، انه واخد اخر حاجه كاس عالم، واخد اهو بطولتين كوبا امريكا، فده افضل ختام دولي لليونيل ميسي. فخلينا نشوف هيلعب كاس العالم اللي جاي ولا لا. طيب دي ارقام مش هقدر اقول اخبار تاني بعديها، يعني ارقام كبيره جدا وقياسيه في كره القدم، يعني انا بقول مش هتتكرر او صعب ان هي تتحقق تاني بالكم اللي انا قلته من شويه. انا قعدت اقول يعني عمال اقرا 3 صفحات، سواء انجازات مع منتخب الارجنتيني، انجازات مع برشلونه، انجازات مع باريس سان جيرمان، يعني على المستوى الاوروبي، على مستوى كاس العالم، على مستوى الأندية، على مستوى المنتخب، كسب كمان مع انتر ميامي في أمريكا بطولة أخيرة. الراجل ده عامل حاجات غريبة جدا جدا، وهو على مستوى العالم كله. فمفيش حاجة يعني مفيش حاجة أقولها أكتر من الأرقام بتاعت ميسي. هنروح نتفرج عن تقرير من مدينة العالمين ومهرجان العالمين بقى، والاحتفالات المهرجان رياضي وثقافي وغنائي وفني وحاجات جميلة جدا في العالمين. هنشوف تقرير من هناك، وبعدين نستقبل نجوم نادي حرس الحدود اللي صعدوا مرة أخرى للدوري الممتاز وعادوا لمكانهم الطبيعي في الدوري الممتاز، كابتن صفية عزوز طبعا، ودكتور صفية عزوز مدرب اللياقة البدنية ومخطط الأحمال في نادي حرس الحدود، مع 2 من اللعيبة الجامدين واللعيبة المميزين جدا في نادي حرس الحدود، مصطفى جمال لاعب الوسط القائد المقاتل في نص الملعب، ومحمود ابو جوده
من اللعيبه الجامده جدا في نادي حرس الحدود، مهاجم مميز جدا ومن هدافين نادي حرس الحدود بعد الفاصل ان شاء الله. في جيل جديد طالع كويس جدا يعني، وجيل صغير هيعملوا يعني مستقبل حلو قوي لاسبانيا الفتره الجايه، وهيبقوا برده مراكز كويسه في كاس العالم. هو الماتش كان حلو وجميل يعني، بس انا بصراحه اتفرجت على الشوط الاول يعني، واسبانيا كانت لعبه وكانت ضغطه، كانت نازله يعني عايزه تفوز بالماتش، وكانت لعبه ماتش جامد، ماتش حلو. واسبانيا يعني ادت بصراحه يعني، عملت ماتش تستحق يعني الفوز بصراحه يعني، عملت ماتش كويس يعني. انا شايف اسبانيا تستحق لان هو كان عندهم حماس وضغط قوي جدا، وبالذات ان هم كانوا يعني الكوتش بتاعهم كان ضغط عليهم، وان هم عارفين ازاي يلعبوا هجمه كويسه. نرجع تاني مع بعض مع نجوم حرس الحدود. انتوا عارفين السنه دي كان دوري المحترفين صعب جدا، وكانت منافسه شديده جدا، و20 فريق في دوري المحترفين، وكان في دوري الترقي. حرس الحدود اللي طلع ثالث دوري المحترفين مع اوائل الثانيه به، القسم الثاني به كان سبورتنج ونادي الترسانه ومنتخب السويس، ولكن قدر حرس الحدود ان هو يصعد برضه بعد دوري الترقي كانت صعبه جدا، بقياده طبعا الكابتن محمد مكي المدير الفني اللي عمل يعني مجهود كبير جدا جدا، كابتن عمرو خليل كمان المشرف على فريق نادي حرس الحدود، الجهاز الفني بقى بالكامل طبعا، كابتن احمد عاصم وكابتن احمد زهران، كابتن وسام اسماعيل، كابتن صفيه عزوز طبعا او دكتور صفيه عزوز مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال في نادي حرس الحدود، ومجموعه من اللعيبه المميزه النهارده معايا. كابتن صفيه مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال، ازيك يا ابو صفيه؟ ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ منور الحمد لله، الله يخليك، ومبروك الصعود. الله يبارك فيك يا كابتن. ومعايا كمان اتنين من نجوم الفريق، واحد بقى خبره قوي مصطفى جمال، من اللعيبه الجامده واللعيبه الخبرات الجامده جدا، ومن كباتن فريق حرس الحدود في نص الملعب. ازيك يا درش حبيبي يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ منور، مبسوط ان انا معاك. الله يخليك، انا اللي مبسوط جدا. ومعايا كمان محمود ابو جوده، من الهدافين الفرقه السنه دي 9 اهداف، ومن اللعيبه اللي يعني ساهم بشكل كبير جدا في صعود حرس. هم بصراحه كانوا مجموعه مميزه، وكانوا يعني نقدر نقول مقاتلين فعلا في حرس الحدود، ان السنه دي كمان القيد كان موقوف في حرس الحدود، وكان عدد اللعيبه مش كبير، يمكن الفريق الوحيد اللي ما دعمش صفوفه في شهر يناير، ولكن قدر ان هو يصعد ويعود مره اخرى الى الدوري الممتاز. مبروك يا حوده. والنهارده وانا بسال كده، انا عارف محمود ابو جوده، لقيت اسمك مختلف خالص، مش ابو جوده في البطاقه مكتوب محمود محمد. ايوه، جابوا ده ابو جوده جت منين؟ هو شهره كده عندنا في البلد. طيب. عمتي بقى منها لله هي اللي طلعت عليها. اشمعنى ابو جوده يعني؟ كان حد جيراننا كده كان اسمه ابو جوده، فكان بيلبس جلابيه كده، فانا لبست وانا صغير فسموك ابو جوده، فشافوني شبهه بس حلو، اسم شهره يعني، احنا عارفين ابو جوده دي خلاص مشيت، هي مشيت مشيت زي قفشه كده برضه، حكى لي القصه مش لازم احكيها دلوقتي، هو ما اسموش قفشه لكن هي مشيت قفشه، احنا بنقول قفشه دلوقتي. طيب خلينا نبدا بكابتن صفي، وموسم صعب. طبعا هو موسم صعب ودوري صعب، يعني الدوري بالنظام اللي اتعمل السنه اللي فاتت تعتبر انت بتلعب كل ماتشات كؤوس، ايوه مفيش راحه، محتاج اللعيبه كلها جاهزه، محتاج ان انت تكسب كل ماتش عشان تبدا تجمع بنات، لا عشان لما تبدا التصفيه الثانيه هتبقى معاك كميه من البنات تقدر تنافس بيها. لكن هو دوري مرهق جدا جدا جدا، بس كان منتظم، يمكن كان منتظم اكتر من الدوري الممتاز. طبعا هو ده الميزه، الحاجه الوحيده اللي في الدوري المحترفين ان هو دوري منتظم، انت دوره الحمل شغاله لوحدها، احنا انت بتشتغل في ميعاد ماتشات، مثلا تلعب النهارده وبعديها بسبعة ايام 5 ايام 6 ايام تلعب الماتش الثاني، فبتقدر تتشغل على الاحمال او تخطيط البرنامج بتاعك بيبقى منتظم معاه. دوره الحمل بتبقى فيما معناها بتبقى منتظمه طول الاسبوع. لكن هو بصراحه اللعيبه ماتت السنه دي من الشغل. احنا ما عندناش سكواد كتير، ما عندناش قيد كان، فاللعيبه الاخر لعبنا حوالي 34 35 ماتش. يعني بدورة الترقي. طبعا بدورة الترقي ده كل ده، ودورة الترقي ده كوم تاني. دورة الترقي دي ده كفايه درجات الحراره بتاعتها. لعبته في وقت حر. وقت حر جدا. وانت طبعا انت طب كنت بتشتغل ازاي الحته دي؟ يعني انت في نهايه موسم
والماتشات الساعة 4 في عز الحر في الصيف، أكيد أنت برضو كلياقة بدنية كنت ليك شغل معين عشان طبعًا اللعيبة تقدر تستحمل الجو ده. أولا إحنا ما بنشتغلش كتير، إحنا بنعمل ريكفري على طول. الريكفري ده هو اللي كان بيفرق مع اللعيبة معانا. استشفى كويس. الاستشفى كويس جدا، يعني أنا كنت يعني معتمدين على الاستشفى على طول. الحاجة التانية وأنت بتشتغل، انت بتشتغل طبعا كل كوره بقى اللعيبه زهقت، اشتغلنا ماتشات كتير موسم طويل، انت بتشتغل بتدخل بدني مع الكوره، فبالتالي انت بتعوض يعني بتخليهم كمان ناحيه الالعاب الترفيهيه ساعات مش عارف الحاجات دي كلها، فبالتالي لا انا بس انا شايف ان كانوا جاهزين بشكل كبير جدا وما شاء الله اللياقه البدنيه اول كانت يعني انتوا اسستوا كويس في قبل بدايه الموسم. الحمد لله. والحاجه الثانيه انت الحمد لله شغلنا بيعتمد ان ما يبقاش في اصابات عندك. يعني انا قدامي مثلا معايا 20 لعيب، معايا 30 لعيب، مع المفروض ما يبقاش عندي اصابات كتير. فطول ما انا ما عنديش اصابات لاخر الموسم لاخر ماتش في الموسم، فالحمد لله ده انجاز كبير جدا جدا جدا. الشغل الثاني ان انت بتشتغل على تقويات معينه زائد ريكفري كتير، فانت مجهزه وعندك عدد لعيبه بيلعبوا مش كبير، مش كتير، البيض توقف عندكم. واللعيبه عندي برضو في مراحل سنيه متفاوته. يعني انا في لعيبه كبيره في السن، في لعيبه صغيره، فانت ازاي تعمل توحد البالانس بينهم، توحد درجات الحمل بتاعتهم، دي في منتهى الصعوبه. فبالتالي انت حتى لما بتيجي بتشتغل، انا بشتغل بشوف جوده بيشتغل ازاي، بشوف مصطفى بيشتغل ازاي، بشوف مش عارف بيشتغل ازاي، لازم تبقى مركز مع كل واحد، مع كل لعيب، مع كل لعيب. انت يعني مش تمرين موحد بس، صح؟ انت فاهم في حد ممكن تقلل الحمل شويه، أيوة، في حد تزوده شويه، ممكن مثلا واحد وقف ما ركزت معاه لان انا عايز كده. انت فاهم نقصدي ايه؟ ده مثلا يستفيد مثلا بنسبه 70% من التمرين النهارده، انا مرضي كويس. لان وصلنا مرحله زهقنا، اللعيبه حاسه انها زهقت من الشغل في الملعب بالظبط، فبالتالي دوري مرهق جدا، مرهق جدا 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 جدا. و يعني الله يكون في عوننا السنه الجايه لو الدوري ده موجود برضه. لا ما هو خلاص بقى، يعني انت صعدت دوري ممتاز بقى، دوري الاضواء والشهره بقى. ما هو برضه نفس، ما هو نفس، ما لا خلاص ممكن بقى، المفروض السنه الجايه بقى في شغل تاني. انا عارف يعني الناس بتخطط من دلوقتي، المسؤولين، ودوري منتظم، ودوري هيبدا في شهر 9 وهيخلص في شهر 6. يعني الامور هتبقى افضل من السنه دي بكتير، ان كان الموضوع صعب. طيب خلينا نروح لمصطفى جمال. ومصطفى انت لعيب خبره، لعبت في انديه كتير، وموسم كان صعب، وكان القيد عندكم ما عرفتوش تجيبوا لعيبه في يناير، القيد كان موقوف. شفت الموسم ازاي؟ وبصراحه بحييك وبحيي اللعيبه في نادي حرس الحدود، اللي انت عندكم اجيال متفاوته، يعني في مصطفى جمال، في احمد شديد قناوي، في ابراهيم القاضي، خالد سامي، داوودة في نص الملعب من اللعيبه الحريف، في لعيبه صغيره، محمود ممدوح، جوده، لعيبه انا اتفرجت عليهم، يعني فرقه فيها هارموني وانسجام مميز جدا. تقول ايه عن الموسم السنه دي؟ زي ما حضرتك قلت من شويه الدكتور صفي قال الموسم صعب جدا، بس طبعا بوجود الكابتن ميكي والجهاز الفني عرفنا نحضر نفسنا كويس للموسم الصعب ده، ولولا زي ما دكتور صفي قال اللي احنا كنا واقفين على رجلينا كويس قدرنا نكمل الموسم لغايه الاخر. احنا الفرقه الوحيده اللي لعبت 34 ماتش في فرقه المحترفين. ايوه عرفنا نحضر نفسنا كويس، زي ما حضرتك بتقول في فرق، في فرق السن بين مصطفى وشديد وداوودة، عارف الدكتور صفي والجهاز الفني يتعامل معاه كويس في الاحمال. والحمد لله قدرنا نوصل اللي احنا عايزينه في الاخر بالصعود للدوري الممتاز. ده كان هدفنا من اول. بس اعتقد الخبرات بتفرق في الدوري ده، يعني مع اللعيبه الشباب اللي عندهم باور زي جوده وزي ممدوح، يعني برضو كان، ودي احسن نقطه كان بيتعامل معها الكابتن ميكي، اللي هو بيعرف ياخد من كل، من الناس الكبيره اللي محتاجه، من الناس الصغيره اللي محتاجه، كان بيعرف يلم من اللعيبه الكبيره في الوقت اللي احنا محتاجين اللعيبه الكبيره فيه، ونفس الوقت زي ما حضرتك بتقول الباور بتاع جوده وممدوح ومؤمن والنجيلي، الناس دي فرقت معانا طول الموسم. بس الحمد لله فضل من ربنا لما عرفنا نحضر نفسنا كويس من بدايه الموسم، وجود الدكتور صفي كابتن ميك طبعا، وكان عنده ثقه في ربنا كبيره ان احنا من اول يوم هنصعد دوري ممتاز. كابتن ميك كان دايما يقول لك كنتوا لسه نازلين الموسم اللي قبليه. يعني انا فاكر اول اجتماع مع كابتن ميك من اول يوم انا واثق في ربنا ان احنا اول فرقه هتصعد دوري ممتاز. الحمد لله ربنا طبعا الحمد لله ما ضاعش تعبنا، ووصلنا للهدف في الاخر اللي احنا محتاجينه بعد 34 ماتش. انا شايفها من اول ماتش لغايه الماتش الاخير بنلعب تحت ضغط. من اول ماتش في الدوري، حتى في دوره الترقي كمان، حط لاخر دقيقه. فالحمد لله فاكر ماتش سبورتنج كان في كوره ضيعوها في العارضة، وبعدين ردت بجون محمود ممدوح خلص الماتش وقع على الارض. اتفرجت انا على الماتش ده. فربنا طبعا الحمد لله ما راحش تعبنا، بس استعدادنا اللي فرق معانا طول الموسم، اللي احنا وقفنا على رجلينا من اول فتره اعداد كويس، فرقت معانا طول الموسم لغايه الماتش ال 34. فبنحمد ربنا طبعا على الهدف اللي احنا وصلنا له،
وزي ما قلت لحضرتك ميك كابتن ميك كان عنده يقين في ربنا ان احنا هنصعد من اول يوم الجامعه. شوف الاهداف، جبت 9 اهداف السنه دي وساهمت بشكل كبير انت وممدوح والنجيلي مهاجمين بتوع الفريق، ان انتوا تقدروا تترجموا بقى الفريق حرس الحدود الاداء والسيطره والخبرات لاهداف، وكان برضو اكيد موسم صعب بالنسبه لكم مش سهل. بص يا كابتن، هو الموسم ده كل حاجه صعبه حصلت في الموسم ده. ايوه. محطوطين تحت ضغط، اللي قدام كمان محطوطين تحت ضغط، انا لازم اجيب، انا لازم اشد الفرقه، اسجل اهداف، انا لازم اكسبكم، انا لازم اخلص الماتش بدري، فده كان معمول علينا ضغط. وانت زي ما قلت النجيلي ده تقريبا 2001 وممدوح برضو 2004 اعتقد، ممدوح 2002 تقريبا، 2002 اللي هو صغير لسه. لسه يعني انا ممكن كبير شويه يعني. 2000 وكام؟ 2000 برضو 3. هي الناس كلها اللي قدام باستثناء الخمسه اللي حضرتك قلت عليهم شديد مصطفى، الناس دي الناس اللي كلها صغيرين 2003 2002 2003 2002 2004 في ناس كتير كده. حظهم حلو ان في ناس خبرات زيكم بتلعب وراهم. احنا بنخلص الماتش يا كابتن، خلص الماتش مثلا ممدوح عمل ماتش كويس، فما بخليش دماغه تهرب. لا، نجيبه نتكلم معاه، احنا ما عملناش حاجه عشان ما يتغرج بقى ما عملناش حاجه. الماتش اللي بعديه مثلا انا خلصت الماتش ما عملناش حاجه، فضلنا ماشيين احنا على بتكلم معاهم. انا بعيد عن الكابتن مصطفى والكابتن شديد وكباتن الفرقه. انت عندك كام سنه؟ ايه؟ انت عندك كام سنه؟ انا مواليد 98. يعني كام دلوقتي؟ 26 سنة. طيب يعني مش كبير قوي يعني. لا، ما اللي هو يعني بس كلكم بتحافظوا على بعض. لا، ما هم احنا بنتكلم مع بعض، بس انا بجيبهم على طول. لان انا قبل اي ماتش بجيبهم نتكلم مع بعض. عايزين نخلص الماتش بدري، عايزين مثلا ايه نريح المدافعين بتوعي، عايزين ياخدوا نفسهم، واللي يجي له وش رجل كده. ده كان ماتش ايه، ترسانه ولا السويس؟ ترسانه. والدقيقه كانت 95، كان في الاخر يعني. كانت 95. جون المكسب ده؟ جون المكسب. اسيست المكسب. يعني ده جون المحله اللي هو خدتها كده حلو وعمل اول في البوست. هتلاقي انا راكب الكوره فرجعت لها خطوتين لتحت. ايوه. عدلت نفسي. عملت بند. ايه؟ قصدي الجون خدم. حارس المرمى برضه خدمك يا عم. طيب بتحب تلعب جنب مين؟ يعني في الحته اللي قدام دي بتستريح جنب مين من لعيبه الحرس؟ هو معظم الوقت لما ممدوح كان بيلعب هاف رايت، تمام؟ وكان نجيلي بيلعب، كان نجيلي عنده باور اللي هو ايه؟ بيجري ويخبط يعني في الميزه، تستغل من وراه، تقدر وانا بقى اي كره تسقط تقدر تشتغل. بعرف العب معاه، بعرف العب معاه مع النجيلي ولما ممدوح بيديني قوه بره. أيوة. لان بعرف لما تيجي ابقى عارف ممدوح هو فين، بعرف اتعامل معاه. ايوه. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل قصه حرس الحدود ونشوف الموسم الجاي بقى بتستعدوا ازاي، ولا لسه انتوا في اجازه؟ لا، في اجازه. واللعيبه الجديده والجهاز الجديد وحاجات كتير عايزين نعرفها عن حرس الحدود بعد الفاصل ان شاء الله. طيب خليني اروح لدكتور صفي وخليني اقول لك السنه الجايه يعني ايه الوضع. الحرس اكيد بيستعد للموسم الجديد، لسه طبعا ما تمش الاعلان عن المدير الفني، تدعيمات، اكيد هيبقى في تخطيط مختلف لحرس الحدود الموسم القادم عشان ما يحصلش زي السنه دي ان الفريق هبط او السنه اللي فاتت يعني الفريق هبط. هو طبعا قبل ما ابدا اي حاجه انا دخلنا في الحلقه على طول، يعني لازم اشكر سياده اللي هو قوات حرس حدود اللي هو محمد جحوش ورئيس النادي، واللي هو علي فراج نائب رئيس النادي، والعميد عمرو طبعا قايم مجهود جبار معانا السنه دي. ايوه. وطبعا معانا برضو الرائد احمد نصر، ولازم اشكر طبعا الجهاز الفني كله طبعا، كابتن محمد مكي طبعا يعني اللي وحشنا دلوقتي لحد دلوقتي وحشنا، ويا رب نشوفه قريب على طول يعني. كابتن احمد عاصم طبعا حبيبي وصديقي، وكابتن احمد زهران، وكابتن وسام مدرب الاجوان. وطبعا اشكر الدكتور ممدوح والجهاز الطبي كله، ولازم اشكر العمال برضو طبعا كله تعب كله تعب السنه دي. يعني انا بقول لك يا كابتن كريم،
السنه دي من اصعب سنه. انا بقالي كام سنه في الكوره واشتغلت في دوريات كتير، انا يمكن اكتر من 10 سنين في الدوري الممتاز. اصعب سنه مرت على الواحد في التدريب هي دي السنه دي. اولا دوري مش مضغوط، دوري كله ماتشات كؤوس، يعني انت كل ماتش لازم تبقى نازل مركز ان انت في نتيجه ايجابيه، النتيجه السلبيه دي كمان من الانديه الثانيه. يعني انت ما كسبتش تتعادل. ايوه انت فاهمني اقصد ايه. فطبعا دوت حطك تحت ضغط جامد، حاطط اللعيبه تحت ضغط. في لعيبه بتاخد الضغط ده عليها جواها، فبالتالي انت لازم تخرج اللعيب ده بره الضغط. هو حتى في ضغط العصب في التسخين بيختلف من ماتش لماتش. انت مثلا ساعات بخلي مصطفى هو اللي يمسك الاحماء في الاول، ساعات انا امسك الاحماء في ماتش. ايوه ليه؟ لان انا يعني بيبقى شايف اللعيب اللود اللي داخل ضغط العصب، ضغط العصب بتاع اللعيب، فببقى شايفه، فبالتالي انا ما طيب خلينا نتكلم بقى في الموسم الجاي، ولا لسه ما فيش حاجه واضحه؟ لسه ما فيش حاجه، لسه ما حصلش اجتماع مع الاداره والرؤيه للموسم الجاي. لا 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 لسه ما فيش حاجه، ما فيش اي تطورات خالص. اللعيبه كلها في اجازه وربنا يسهل، يعني نتمنى ان شاء الله اليومين الجايين دولت لو بعتوا تبان الامور. تبان الامور ونبدا نخطط للشغل وربنا يكرمنا ان شاء الله. الله. طيب خلينا نتكلم معاكم بقى شويه عن الدوري. شفنا طبعا ماتش بيراميدز والاهلي يوم الجمعه الاخير وفوز الاهلي 3-2. رايك يا مصطفى شايف الدوري ازاي؟ فوز الاهلي ده بيقربه من الدوري ولا لسه في ماتشات متبقيه ولسه في مواجهه ثانيه؟ يعني شايف الامور ازاي في الدوري الممتاز؟ زي ما حضرتك قلت من شويه دلوقتي، اللي هي المكسب الاهلي الاخير بيقربه بنسبه كبيره للدوري، وانا تخيلي لو الاهلي قدر يحسم المواجهه الثانيه هيقرب، هيحسم الدوري. يعني انا متوقع ان النادي الاهلي هو اللي هياخد هيخلص من الماتش الجاي. الماتش الجاي لو هو الاهلي لسه عنده مودرن سبورت بكره، وبعدين يوم الاثنين الجاي هيلعب البيراميدز ثاني. انا توقعي لو الاهلي كسب فيوتشر وكسب بيراميدز هيقرب بنسبه 95% للدوري. وانا متوقع شخصيا ان الاهلي هياخد الدوري السنه دي. ايه السبب من وجهه نظرك ان بيراميدز كسب 14 ماتش وجي امام الاهلي وخسر وكسر المكاسب اللي عملها؟ النادي الاهلي نادي كبير جدا وقاعده جماهيريه كبيره جدا، فاظن بيراميدز برضه نفس السيناريو، بس القاعده الجماهيريه بتفرق مع الانديه الجماهيريه. فانا تخيلي اللي هو بيراميدز الضغط الجمهوري اللي هو بيلعب الاهلي بيفرق الماتش. يعني حاله لعيبه بيراميدز يوم ماتش الاهلي كان في ناس كده، كان في ناس مش كويس، مصطفى فتحي ما كانش في حالته، شيما ما كانش في حالته، ناس كتير ما كانتش في حالتها. يعني بيراميدز معظم الماتشات اللي لعبها كانت مع فرق ما عندهاش جماهير بحجم الاهلي، بحجم الاهلي، فما يعني كانوا بسهوله بيتفوقوا. دي وجهه نظري. انما قدام النادي الاهلي، الاهلي لو حسم المواجهه الجايه هيقرب بنسبه 35% للدوري. دي وجهه نظري. يعني ابو جوده، مين احسن لعيب في الدوري؟ احسن مهاجم او احسن لاعب في الدوري المصري، مين اللي بيعجبك؟ وسام ابو علي. وسام ابو علي مهاجم الاهلي جامد جدا وتحركاته نموذج بالظبط، بيتحرك بين الخطوط ما شاء الله. يعني كان واضح، يعني حتى لما شفنا موديست وشفنا وسام، رغم ان وسام اتعور كذا مره، اصيب كذا مره، لكن وسام كان باين ان هو من المهاجمين المميزين اللي هيفرقوا مع النادي الاهلي. ما شاء الله في التحرك كمان، بيتحرك في بين الخطوط ما لا جامد قوي. يعني ده على اخر الدوري هيكون جاب 18 جون 20 جون، ده رايي. وبالنسبه بين الاهلي وبيراميدز، الاهلي الجدول بتاعه صعب. تمام، صعب جدا. فهو لو ما كسبش بيراميدز الماتش اللي جاي الموضوع يبقى صعب بالنسبه للاهلي. الاهلي عنده لسه مودرن سبورت ماتشين، عنده بيراميدز، عنده المصري، عنده سيراميكا، عنده البنك الاهلي، برضه ماتشات مش سهله. عنده كل الماتشات الصعبه. فلو ما كسبش الماتش اللي جاي ده هيبقى فيه مشكله. لو ما كسبش ماتش بيراميدز، لو كسب لا هيبقى عنده نفس، يقدر مثلا يتعادل، يقدر ان هو يقع ماتش، فالدنيا عاديه يعني. انما الاهلي عمره ما يخسر. مصطفى مش مقتنع، مصطفى يعني حاسس الاهلي خلاص الموضوع انتهى. انا بتكلم نظري، لو كسب الماتش الجاي هو لسه بكره مودرن سبورت، خلي بالك لو كسب الماتش الجاي مش سهل، بس النادي الاهلي النادي الاهلي عادي، انا عندي ثقه في النادي الاهلي. عالي جدا، قاعده جماهيريه عاليه جدا. لا مش واخدين على الضغط الجماهير، على الضغط خلاص. هي وصلت يا جوده ايه ما بين الاهلي وبيراميدز؟ تمام صح. انا بتكلم يا كابتن اللي هو الماتش الجاي ده، لو مثلا بيراميدز كسب
طب هيبقى الموضوع قريب. ايوه يرجع تاني الامل لبيراميدز. يبقى الموضوع برضو لسه فيها، لان برضو بيراميدز فرقه قويه برضو. قول يا مصطفى. في نقطه يا كابتن، لعيبه النادي الاهلي واخده على الضغط، ضغط الماتشات والضغط العصبي، الضغط العصبي مواجهات الافريقيه وكاس عالم انديه. ده الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني. بيتحملوا الضغط يعني، بيتحملوا الضغط في اي وقت يعني. ده الفرق. الماتش اللي فات النادي الاهلي عشان لعيبته متحمله الضغط، رغم الاهلي كان خسران 2-1 بس قدر. وانا قاعد في البيت بفرق عندي، انا عندي حاسس ان النادي الاهلي هيتعادل وهيكسب وصح فعلا هيتعادل وكسب، عشان لعيبه النادي الاهلي ده الفرق بين لعيبه النادي الاهلي واي نادي في مصر. عندهم يعني بيعرفوا يلعبوا تحت الضغط كويس، تحت ضغط عصبي، تحت ضغط المباريات، في كل حاجه يعني. دي وجهه نظري. طيب خلينا نروح للدكتور صفيه واسالك بقى في التخصص بتاعك، شايف مين اكتر لعيب في الدوري لياقته البدنيه ممتازه او مكتمله؟ اكتر لعيب يعني اللعيب اللي انت بتحس انه بيجري كتير جدا من اللعيبه الفتنس بتاعها كويس جدا. لا في لعيبه كتيره في الدوري اللي ظاهر منهم او اللي انت واخد بالك منه. برضو انا برضو يعني انا يعني في لعيبه كتيره ظاهره. ما بتكلم على الدوري ممتاز. حسب ما برضو حسب المراكز بتاعت اللعيبه والحاجات دي كلها. انا بالنسبه لي انا يعني اكتر مجموعه يعني اكتر نادي حاسس ان هو واقف على رجله وشغال كويس والكلام ده كله النادي الاهلي. طبعا بيراميدز انا مش هقول لعيب محدد لان في لعيبه كتيره جاهزه يعني، فيها لعيبه كتيره تحس ان هي فايقه في الدوري زي ما احنا بنقول. فبالتالي لا ما مش هقدر اقول واحد. بتتكلم على تيم بقى بشكل على كامل. على تيم كامل. شايف الاهلي وبيراميدز احسن فرقتين؟ طبعا احسن كلياقه بدنيه في الدوري. طبعا بدليل ان هم مكملين لحد دلوقتي اللي الباقي الفرق يعني. عايز اسالك سؤال بقى كده برضو في الحته البدنيه، دلوقتي الموسم ده اللي احنا فيه ده هيخلص 18/8. الموسم الجديد هيبدا في اخر اسبوع في 9. الله اعلم. يعني تعمل فتره اعداد ازاي؟ لا مش وتريح فضل. ازاي؟ انا بتكلم على فرق الدوري الممتاز. ما هي برضو انت الله اعلم هيبدا اول 10 ولا لا؟ لا لازم هيبدا كده. ما الله عشان اعلم تظبط بقى المواعيد. انا هي طبعا احنا عندنا لخبطه في مواعيد، في المواعيد بدايه الموسم ونهايه الموسم. الحاجه الثانيه في وسط الموسم انت بتقع فترات كتير بتقف. ايوه. فبالتالي برضو ده بيأثر على مستوى اللعيبه، سواء بقى بدني، سواء خططي، سواء الكلام ده كله. فبالتالي انا لازم لما هيتعدل يعني لما السنه الجايه ان شاء الله هيحدد نظام الدوري هعرف ان انا كل في ماتش هلعب كل قد ايه. فبالتالي هعرف درجه الحمل بتاعتي انا احطها امتى ومش امتى والكلام ده كله. انت فاهم نقصد ايه؟ فيعني انا اتمنى ان الدوري الجدول يبقى منظم عن كده. اتمنى ان نبدا فتره اعداد ابقى عارف ان انا هبدا اول إمت. ماتش امتى في الدوري، لان الفتره تعمل دي برنامج على معايا على جدا 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 الزمن ده. لكن انا بعمل ميعاد تخيلي ممكن يبعد ممكن يقرب ممكن يبقى زي ما تخيلوه. فبالتالي انا النهارده في صعوبه، انا مش هقول لك محتاج تعرف امتى. طبعا لان بس تقدر تعمل فتره اعداد في شهر. طبعا في شهر. طبعا شهر واحد تجهز لعيبه تلعب دوري ممتاز. طبعا مفيش مشكله. طبعا لا لا طبعا ما فيهاش مشكله دلوقتي، اصل في اجهزه دلوقتي بتساعدك على كل حاجه. ايوه. طيب مصطفى جمال، مين احسن لاعب وسط ملعب مدافع في مركزك في مصر دلوقتي؟ مروان عطيه. مروان عطيه شايف ان هو الافضل دلوقتي في الفتره الحالية. في الفتره الاخيره. مروان عطيه. مروان عطيه. مين اللعيب اللي كان بيضايقك لما يلعب عليك في نص الملعب؟ كان بيضايقني لما يلعب عليا؟ يعني كنت دايما ايه من اللعيبه الجامده اللي بتعمل له حساب جامد جدا في الماتشات في الدوري ممتاز وانت في الدوري ممتاز. حاليا مش متذكر بس انا 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 يعني لعبت على امام عاشور مثلا، على زيزو. امام لعب معايا. لا اكتر حد امام لعب في الحرس معاك زمان. عمرو السولية. لعب معايا في الحرس. عمرو السولية. عمرو السولية. اللعيبه الجامده اللي انت الجامده والديفندر الجامد وكورته حلو. كورته حلوه وشويت. لا فكنت دايما بتعمل عشان هو كان محظوظ علينا في الحرس كذا وكذا مباراه كانت بتبقى مقفوله طبعا بطريقه اللعب، هو اللي كان بيقدر يخلصها بحكايه التسديد. وبوجوده بقى مين المدافع الرخم اللي كان بيلعب عليك او يعني مدافع كان مميز جدا وانت بتلعب ضده؟ هو في اللي هو الجزار بتاع غازي المحل. ده مدافع جامد جدا. انت بتتكلم على الممتاز بقى المحترفين. المحترفين. انا بتكلم انت ما لعبتش ممتاز مع لعبت ممتاز مع ده الجزار اللي هو لاعب المحل في دوري محترفين. ده مدافع مدافعين مميزين جامد جدا على فكره. اعتقد الزمالك كان متكلم عليه اعتقد الجزار. جامد جدا لاعب المحل كريم يعني. بص من نوعيه جامده جدا. ايوه هيبقى محترم والدوري ممتاز بقى.
محمد عبد المنعم لعبت ضده، كان من المدافعين المميزين. يعني اتمنى لكم التوفيق والله يا كابتن صفيق السنه الجايه، وببارك لكم على السنه دي والمصطفى وبوجوده وكل اللعيبه والجهاز الفني طبعا بقياده كابتن محمد مكي، وان شاء الله نشوف الحرس بقى بتاع زمان بتاع البطولات. يعني خلي بالكم يا جماعه الحرس ده من الانديه المصريه القليله، يعني زي الاهلي والزمالك والترسانه والمقاولين والاسماعيلي طبعا اللي خد، والاتحاد اللي خدوا بطولات. حرس الحدود واخد 2 كاس مصر وواحد سوبر، فتره كابتن طارق العشري كان فرقه من الفرق الجامده جدا. عايزينكم ترجعوا بقى، يعني سعادته ترجعوا البطولات على طول، التنافس على طول. بشكركم وبشكركم على وجودكم معايا النهارده. احنا بنشكرك كابتن كريم، واتمنى لكم كل التوفيق والف مبروك لمنظومه حرس الحدود. الله يبارك كابتن صفية طبعا مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال، مصطفى جمال قائد الفريق، ابو جوده من هدافين الفريق حرس الحدود. بشكركم النهارده شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكم. اولى جود اشكر كابتن مكي والعميد عمرو خليل. كابتن مكي وقف معايا بعيد عن الكوره، يعني شخصيا، يعني كان واقف جنبي لان هو اللي جايبني على فكره، والله هو اللي مدخلني النادي، واقف جنبي في اي حاجه. ما هو دايما المدرب مش قصه ملعب بس، لا اصل هو من عندي، يعني من بلدياتي. انتوا منين؟ انا فيوم. فيوم فهو واقف جنبي يعني كتير، فانا بحب اشكره من خلالك طبعا. طب وبتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بوجود. انا كابتن بشكرك طبعا، الله يخليك يا مصطفى، كنت مع حضرتك، وبشكر اخوات اللعبه كلهم، الناس كلها تعبت السنه دي، كل اللعيبه، بشكر العمال، بشكر الجهاز الطبي، بشكر طبعا كابتن ميك طبعا وبشكر كل الناس اللي تعبت معانا السنه دي. الف الف مبروك لحرس الحدود، ونشوفكم ان شاء الله كابتن صفية باذن الله في الدوري الممتاز بشكل مميز يشرف دايما نادي حرس الحدود. بشكر كل طاقم العمل وكل مشاهدين اللي تابعونا النهارده، ونتقابل على خير بكره في جودة عدن يا عم. مش مني يا جودة، مش عارف اقول الكلمتين. بشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.